كوثر بالحاج الاسم الثلاثي الكامل. كوثر بنت بالحسن بن مصطفى بن الحاج علي. مسموح لي نسألك على عمرك؟ اي ولو انه ما يهمش برشا ناس، قديه تعطيني هادي؟ ما نعرفش، فاشل ديما في الارقام. قديش تعطيوني؟ ليه خليتها حربتها؟ ساعة يقول لك 28 صحيتك. بون 45 سنة. 45 سنة. فوالا. برج؟ الحمل. برج الوديع. تولدت في تونس العاصمة؟ وي. رقم قديش في العائلة؟ رقم 3. بعدك جو صغار؟ بيان سور. انتوما في العائلة قديش؟ سي ان بو كومبليكي راهو، خاطر تقولي معناتها انا نتسمى ثالثه عند بابا، مي الاولى عند امي. دونك بعدي جاو زوز اخرين يعني. ما عندكش خوات من البو والام؟ لا ما عنديش خوات من البو والام. امك الزوجه رقم قداش؟ 2. شكون ربيك؟ بين امي ومامتي الله يرحمها وينعمها وعزيزي. الله يرحمهم الزوز. مش في الاصل تتربى مع الوالده؟ ايوه. علاش بين؟ بين على خاطر امي كانت قبل معناتها ما كانتش في تونس بروبابلومون، وانا صغيره برشا، ودونك الاكثريه كنت عند مامتي وخالاتي وكل شيء. بعد وقت اللي ماما طلقت دونك قعدت كملت بحث مامتي بطبيعتي. قديش عمرك وقت صار الطلاق؟ 4 سنين. وقتاش استوعبت اللي انت تعيش في عائلة ناقصها جناح؟ ما كانش ناقصنا جناح الحقيقة، كانوا عندي برشا أجنحة في الدار. أما جناح البو مهم. ما حسيتش الحكاية هذه أنا الحقيقة. ما حسيتش أنه فما حاجة بيزاغ، معناتها أنا صغيرة ديجا في العمر كي طلقوا أمي وبابا، دونك قعدت بحذا مماتي اللي بطبيعتي كنت بخيسك ديما بحذاها، نلقى عزيزي الله يرحمه واخوالي وبرشا انتوراج كان داير بيا. ما حسيتش لي انا ما عنديش بو ولا بابا مش موجود معايا، ولا ممكن كنت اكثر حاجه تقلقني كي امي مثلا تمشي تخدم ما تبداش نهار كامل في الدار، نبدا نستنى في الستة ولا في الستة ونص في حصه ترام تاع حمام نلف وزاره، نعرف اللي في الوقت هذاك امي جات، في الوقت هذاك كانت الزهره فارغه دونك تسمع كل شيء. باش نشم ريحة ماما دوب ما تجي ريحة البرفان تاعها تبدا تفحفح. دونك مقدر حبك لأمك ما كلمة أبيم ما كنتش تقولها بابا؟ لا ها كنت مانيش مسنسة بيها، معناها فماش شكون باش نعيط له بابا يعني، كان عزيزي نعيط له عزيزي عثمان، وخوالي بالطبيعة ما فماش معناتها ماهيش درجة في فمي كلمة بابا. ما كانتش تحس في غياب الكلمة هذه بنوع من النقص؟ لا ها جملة. وقتاش قابلت بوك؟ أول مرة شفت بابا يمكن نكون شفته قبل، لا أما ما فقت بيه كان كي عمري 9 سنين، معناتها كيفاش نقول لك؟ يعني وقتها يمكن مش تعرفت عليه بالكدا معناتها، وعديت معاك الشهرين تاع السيف وكل شيء. كيفاش كان اللقاء الأول ما بيناتكم؟ دخلت كملت قرايتي وروحت للدار بالطبيعة، معناتها احنا موصيتنا مماتي تلقى وظيفة في الصالون تسلموا وتطلعوا كل واحد يشد يطلع يشد بيته. عملت هكيكة انا كي جيت تكية طالعة في الدروج مماتي عاودت رجعتني قالت لي كوثر نحي كرتابتك ونحي منديلتك وبدل دبشك وارجع. قلت لها به. بعد جيت قالت لي اقعد هكاك، قعدت بيتها. قلت لها شبيه تقعد بحا معناتها شبيها قاعده تقعد فيا بحذا ضيف ماهمش مستانسين معناتها مش من عادتهم. قالت لي كوثر هذاك بوك، اوكا عندك برشا انت ما شفتوش، اما هذاك راهو بوك بالحسن. وعزيزي ومامتي حتى كي ماما طلقت وكل شيء قعدوا ياسر يحبوا بابا، وكان حتى يمكن علاش قلت لك انا ما ريتش وما شفتوش وما سبق ليش ريته قبل، خاطر سكيل باغي كان يجي يقعد بحذا خوالي ويعشي وانا ما نعرفوش وما نشوفوش حتى بعد ما طلقت امي، معني عرفت كاو. دونك هذيك كاو كانت اول رونكونتر جوست. قتلوا بابا بسهوله؟ لا مش وقتها، وقت اللي مشيت لسوسه معاه
وقتها لقيت خويتي الكبار اللي أنا حسيتهم كيني عمري نعرفهم ديما خاطر كمام تربينا شوية مع بعضنا وإحنا صغار، معناتها للطون اللي هما كانوا متربين معايا للطون اللي ماما طلقت دونك أوتوماتيكمون هما مشاو مع بابا. خواتي حسيتهم أقرب، معناتها ساهل برشا باش نقول خواتي وباش نشيخ على كلمة أختي حظوة وخويا حظوة كانت عندي. بالنسبة لبابا ما بعد كيكا كي سمعتهم هما يعيطوا وليت نعيط معاهم دونك سي أوتوماتيك. تعيط بمخك ما تعيطش بقلبك؟ ممكن في الجمعة الأولى، لكن من بعد وليت نعيط بافتخار خاطركم مين بابا، فهمت يعني. هل تعتبره قصر في حقك ولا ليه؟ قصر في حقنا الكل، مش أنا برك، قصر في حق خويتي الكل، بابا كل كلنا مما لا شك فيه. أي نوع من التقصير؟ التقصير الأبوي اللي ما كانش موجود ياسر في حياتنا، حتى معناتها سيف وكل شيء سفري يجي يهزني لسوسة ونقعد معناتها في دار عمي، لكن نقعد في دار عمي نشبع من عمي أكثر من مرت عمي أكثر من ولاد عمي ولا بنت عمي. بون جاب ربي زاد كيف كيف نقعد مع خواتي، ما تكون علاقتي بعائلته أكثر من اللي علاقتي به، لأنه ينجم هو يوصلنا يقعد معنا كل ليلة ومن بعد ما عادش نعاودوا نشوفوه. أنت أم أي وعايشة حياة مستقرة متوازنة الحمد لله، تعرف قيمة الأب بيان سور. سمحت اليوم بوك على هذا التقصير ولا ليه؟ بالطبيعة مسامحته دنيا واخرة، بالطبيعة بابا راه وش بيك، بابا اللي جابني معناتها. لكن البو مش فقط اللي يجيب، اي البو اللي ربي، البو اللي مش مشكل. انا الـ نقول بروحي اللي انا تخي بيان اكيليبغي، معناتها ما عنديش مشكل، ما كانت ليش عقده منها حكايه الطلاق، لا بالعكس. انا وقت اللي شفت وعشت شويه كي مع بابا لقيته بالحق ما يتفهمش هو وامي، لانه في الاخر الطلاق ماهوش نهايه العالم. سفغي ابغض الحلال عند الله، الطلاق ما ماهوش نهايه العالم. وقت اللي يبداو البو والام ما يتفهموش، وانا نعرف امي ونعرف بابا جمله ما يركبوش على بعضهم، ما نعرفش حتى كيفاش عرسوا، فهمتني؟ نقول لي ما كنتش نجم، معناتها ممكن كان جيت عايشه معاهم راو حياتنا مدمره، معناتها راو امي ما عاشتش السعاده اللي عاشتها من بعد في العرس الثاني. امك عادت عرست؟ اي. كيفاش كانت علاقتك مع راجل امك؟ علاقه طيبه جدا، معناتها علاقه مزيانه، الله يرحمه وينعمه، توفى بابا فوزي. تسميه بابا؟ بيان سور. لكن بوك موجود؟ وي، حتى ذاك بابا زيدا. مش ظلم؟ هو توفى بابا تورا، بابا فوزي توفى. هو اللي وقت اللي جاب شيخ وماما وكل شيء، هو مش بعيد علينا يعني، بوه وعزيزي صحاب يعني يعرفوا بعضهم من الطفولة. كوثر عايش هادي، عايش خويا ميرسي. دونك يا اخي توجع الحكاية. اي بخاطر متوفي هذيك، علاش خاطر توفى معناتها ما وقت اللي قلت ربي يرحمك بابا. اي بوك البيولوجي زي الحي. اي قديش تنجم توجعوا الكلمه هذه؟ والله انا قلتها سبونتاني، وهو مش هو اللي سمعها، اللي سمعها ولده، فهمت؟ فقعدوا معناتها يسالوا فيها في المكتب، قالوا له معك كيفاش معناتها سمعنا اللي كوثر تحكي اختك ودرا شنو. كلمني بابا متغشش، قال لي معناتها كيفاش تقولوا الكلام هذا اللي انا معناتها توفيت معناتها ما كركش تقول. قلت راهو بابا فوزي ميت، معناتها قلت سبونتاني الحكايه، معناتها ما فيهاش غش. بون بابا تغشش برشا وقتها وعنده ألف حق، ما انا من حقي معناتها العبيد الكل يعرفوا بابا، حتى من الزملاء يعرفوا بابا فوزي وما يعرفوش بابا بالحسن، معناتها توتافي نورمال. كوثر نعم صراحه، اليوم لو قدمك مراه الصراحه باش تتكلم، حبك اليوم اكثر للبوك البيولوجي ولا البوك اللي ربك؟
بابا والله شو نقول لك يا هادي، ما لا سؤال تسأل فيه، والله سؤال مع ما توا بابا ينجم يسمع ويتغشش معناه. لكن أنا بابا فوزي وقت اللي ماما معناتها خذي أمي، تبدا أمي تستنى فيه وهما بيريود اللي مخطوبين وتشوف في الكادو جاي هكا، تبدا تفرح أمي بيان سور، تقول لك درا شنو جاب لي، يطلع الكادو لي أنا مش لي. وعشت معاه ودللني ويمكن يكون هو سبب في أنا دخلت في التمثيل، معناتها هو شجعني. القعدة معاه كانت حلوة برشا، قهوة العشية، وكان إنسان ياسر مثقف وساعات نقعد نخدم معاه، يحط لي بلان، هو كان أرشيتكت وكل شيء، علمني برشا حاجات في الدنيا، عاش معايا. وحاجة أخرى، جاب لي هدية، هدية كبيرة اللي هي عبد السلام خويا، دوك ما نجمش ما نحبوش. خي الحب حاجة باهية بيان سور، نبكيو على خاطر نحبوا الناس. صفقونا على كوش. اسمع، كملنا بالحب، نبدلوا الكرسي. تحب نبدلوا؟ نبدلوا كرسي الحب. كرسي هذا متعب. ليه؟ تشوف كرسي الحب محلاه. اوكي. دونك نمشيو بكرسي الحب.